شنو هالسؤال؟ هذه قطر يا حبيبتي، أنا عشت في هالزمان وحبيته. شلون الناس يعيشون كذي؟ كان أبوي صياد لولو، والناس في ذاك الزمان يحبون وايد يشترونه. لما تزوجت أنا أبوي أهداني جمل، كنت فرحان وايد. وأنا حين أتذكر أمي وطباخها، وكان طباخها حلو وايد، وأنا أتذكره كأنه أكله الحين. والله وأنا أسوي أعيش كذي. ذاك الوقت الحلو راح الحين، وحين الوقت وقتك. لا هاي يدي وقتنا.